سنة مكلفة بالبرنامج الوطني لمحاربة داء السيدة بالمديرية الجهوية للصحة في عاصمة مكناس. حنايا اليوم في إطار هذا يعني اليوم التحسيسي والتوعوي لطلبة المعهد العالي للتقنيات التمريضية، وحنايا تنساهموا بواحد يعني بواحد المداخلة على الحالة الوبائية للسيدة على المستوى الوطني وبجهة فاس مكناس. والهدف من هذا اليوم اللي كيجي مع الحملة الوطنية لمحاربة داء السيدة اللي تبدأ من 25 جانفي إلى 25 ديسمبر، وهي التوعية ديال يعني الطلبة les infirmiers les élèves infirmiers على الفئات المستهدفة والمستهدفة بالكشف المبكر ولا سيليبراسيون. وهذا اليوم يعني تيجي بالاحتفال باليوم العالمي لمحاربة السيدة اللي هو هاد السنة تحت الطيمة ديال الكشف المبكر من أجل جيل بدون سيدة، وكذلك هو واحد الفرصة باش كيتجمع يعني اللجنة الجهوية البيقطاعية لمحاربة داء السيدة اللي منظمة من الجمعيات الموضوعاتية وجمعيات غير موضوعاتية. جمعيات الموضوعاتية كلا إرساس ولوباس ولا إم بي إف، وغير موضوعاتية كلا فيف وجمعية الطلبة ديال المعهد. كذلك هو واحد النهار اللي يمكننا يعني نسولينيه ولا نسطرو على الفئات المستهدفة بالكشف اللي هما النساء الحوامل والشركاء ديالهم، وكذلك الناس اللي حاملين الأمراض المنقولة جنسيا، وكذلك الناس اللي مرض يعني بمرض السل، وكذلك يعني بعض الفئات من المفتاح كعاملات الجنس والرجال اللي عندهم علاقات جنسية مع الرجال، وكذلك يعني المستعملين الحقن المخدرات عن طريق الحقن، كذلك بعد الناس يعني بعد لي باسيون ولا المرضى اللي عندهم واحد لا سيمتوماتولوجي ولا بعض الاعراض اللي كيقدوا يقولوا لنا بان يكونوا قادرين حاملين الفيروس ديال السيدة. وكذلك واحد الفئه ديال لي بيرسون اندكس ولا المحيطين اللي في المحيط ديال الناس اللي متعايشين مع الفيروس. اذا كنتمناو لهذا اليوم التحسيسي واللي هو كذلك يوم للكشف عن فيروس داء فقدان المناعه المكتسب السيدة في يعني او بروفي ديال الطلبه. كنتمناو لهذا النشاط النجاح ويتعود ان شاء الله كل سنه، وكنتمناو ان هاد الطلبه اللي هيوليو ان شاء الله دي بروفيسيونيل دو سونتي اللي هيوليو ان شاء الله عاملين في القطاع يكونوا واعيين وعارفين يعني جميع يكون عندهم دي كاباسيتي ولا يعني جميع الصلاحيات باش يعطيو الكشف لجميع الناس اللي محتاجين له. وشكرا.